بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم. الفيديو الحالي بعنوان تسطير صفحة الوورد مثل الكراسة أو الدفتر والكتابة عليها، ورشة عمل الخطوات العملية. ركت الدروس طبعا هنا برضو نفس الكلام، الكلام مكتوب على السطر بتاعي، الكلام عادي خلاص احنا شغالين في الوورد. ممكن تعمل يعني تختار لون للخط بتاعك، ممكن تعمله بولد، ممكن تعمله ايتاليك كده، يعني كل الخيارات يعني متاحة. بداية الفيديو الحالي هو ورشة العمل، كل ده عرضناه في الفيديو السابق، ولكن الفيديو الحالي ورشة عمل. يعني ايه ورشة عمل؟ يعني خطوات عملية هنشتغل مع بعض من البداية خلاص، هنفتح مستند الوورد من البداية فارغ تماما، وهنسطر السطور بتاعتنا بكل التفاصيل، السطور اللي هي بالالوان اللي انت عاوزها مش اللي انا عاوزها، انت هتسطر انت براحتك. وبعد كده هتكتب على الصفحة دي، وهيكون عندنا إمكانية إننا كل ما نفتح مستند الوورد يكون معانا إمكانية إن الصفحة دي تكون معانا بحيث إننا نشتغل عليها. تعالى نبدأ مع بعض من البداية خالص، يعني نبدأ على بركة الله. هروح على مكان فارغ خالص وهفتح فيه ملف وورد، ده الملف اللي هنشتغل عليه. من هنا كده هختار مايكروسوفت وورد، تمام. ده صفحة فارغة تماما، تعال نسميها تسطير الوورد مثلا، او اي اسم يعني انت مش مشكلة، الاسم ده متروك لحضرتك. وافتح مستند الوورد، ده تسطير الوورد اهوت. تعال نعمل اغلاق للملف بتاعنا اللي هو كان شغال الاصلي، اهو عملت له اغلاق، قال لي حفظ، ما فيش مشكلة احفظ او عدم حفظ مش مشكلة. ده مستند الوورد الفارغ تماما بتاعنا اللي هنرسم فيه السطور بتاعتنا. ازاي نرسم السطور؟ هنا في طرق كثيرة للغاية، ولكن انا هختار طريقة يعني تكون مبسطة خالص، يعني الهدف الوصول للهدف من اكثر طريق ان شاء الله. انزل بدا تحت في هنا في الملف بتاعنا ده، هفتح مستند اكسل، هفتح اكسل. تعال نروح كده على مايكروسوفت اكسل او اي برنامج فيه يعني مربعات وسطور وكده. الاكسل اهو مش مشكلة ان انا اسميه ايه، اي اسم. افتح الاكسل، مايكروسوفت اكسل، طبعا انا شغال على اوفيس 2010. اوفيس 2010 سهل وبسيط، ويعني ايه بيوصلني للمعلومة ايضا، مفيش اي مشكلة فيه. واي اصدار من اصدارات الاوفيس شغال معاك عادي خالص. بفتح الاكسل اهوت، انا عاوز الهامش بتاعي. طبعا لو ظهرت معاك الرساله دي بتاعه الاكتيفيت دي اعملها اغلاق وخلاص ما فيش مشكله. الهامش بتاعي عاوزه يكون مثلا شويه دول كده، والسطور هتكون شويه دول كده مثلا. اول سطر اللي هو الهامش اللي فوق هيكون شويه دول، انا بتخيل شكل السطور ماشي. لو الكلام مش واضح معاك يعني وضح جوده الفيديو من تحت من هنا ماشي، خليها اتش دي ولا حاجه. هنا تضيف الاسم بتاع الشركة بتاعتك او اللوجو بتاعها عادي، ارسم رسمة، ضيف صورة. تعال نكتب بس الاسم كده مثلا، يعني على سبيل المثال ده هنخليه مثلا في المنتصف هنا، وخليه كده يبقى هنا، وخلينا نضيف له يعني نخليه تحته سطر كده ومائل، ونمشي بيه شوية. نمشي بيه شوية ازاي؟ اقف على اوله كده واضغط على مسطرة المسافات شوية كده بس، ابعد عن كده، ظهر معايا هنا. هنا السطور دي انا عاوز اسطرها، لان هعمل هنا صورة، وهاخد الصورة دي هصور الشكل ده وراح احطه في الورد. ازاي نسطر السطور ديت؟ تعالى بس الاول نحدد اول مثلا 20 سطر دول، انا هخلي الصفحة بتاعتي 20 سطر دول او 21 دول اهم، تحدد لحد 21 كده. وحجم الخط هنا خليه الحجم اللي انا هكتب بيه في الوورد، انا هكتب في الوورد ب 20 او 18 او 16، خليه بنفس البوند، بنفس البوند. من هنا كده اختار 20، تمام. يبقى هنا السطر ده هيكون الارتفاع بتاعه 20، البوند بتاع ال 20، البوند بتاع الخط بتاع ايه ال 20. هنا بقى عاوزين نسطر، عاوزين نسطر، اروح لهنا كده واختار رسم الحدود، رسم الحدود. تعال نصغر بس الخط شوية، نصغر عرض الصفحة شوية عشان يظهر معايا 20 سطر أو 21 سطر.
تمام. 21 اهوت لحد هنا، مش عارف الصورة واضحة عند حضرتك ولا ايه، نكبر كمان شوية كده كويس ماشي. عايز اسطر لحد هنا، السطر ده بالاحمر اعمله ازاي؟ طبعا ممكن ارسم خط، ممكن من ادراج من هنا خط كده وارسم الخط ده كده مثلا اهوت ماشي، وتلون الخط ده باللون اللي انت عاوزه من هنا ماشي. بس انا مش هعمل كده، انا هعمل حركة تانية. تعال نحذف ده، انا حددته وبعدين حذفته. بعد كده انا هعمل ايه؟ انا هاخد الخط ده، الحد بتاعه ده، ارسم الحد بتاعه بايدي بالقلم بلون معين. يبقى هروح على الصفحة الرئيسية واروح على الحدود دي واضغط على السهم ده، اعمل رسم حدود، بس اخد لون الخط الاول مثلا وليكن بالاحمر، واروح عليه احدده كمان مرة واخلي البونت بتاعه نمط فيه مزيد من الحدود اهوت ماشي. ممكن اخليه سميك من هنا كده، وابدأ ارسم. هو كده لونه ايه؟ لسه مختارتش اللون. اللون احمر اهوت تمام. ارسم من هنا كده، ارسم اول خط معايا اللي هو لحد 21 كده كويس، وارسم اول خط ده كمان. انا كده خدت بالك خليته سميك، احمر سميك تمام. ممكن انت تخليه بلون خفيف عن كده، وبعدين اروح هنا واختار لون تاني اللي هو اللون مثلا الاخضر، اللي انا هاخد سطر بالاخضر وسطر بايه، وسطر بالازرق اهوت. انا هعمل الالوان سميكة علشان تظهر معاك هناك تمام. هعمل سطر واسيب سطر، لان هروح اجيب السطر التاني ده بالاخضر. انا شغال في الاكسل خد بالك، مش في الوورد. وبعدين هروح اخد الصورة دي اوديها الوورد، بس بعد ما اخلص اغير اللون من هنا، من لون خط الرسم اخليه بالازرق مثلا الفاتح ده ماشي. وطبعا الالوان متروكة لحضرتك هنا، حدد الخلية بحالها، اعمل تراجع انضو من هنا كده، واخد تاني كده اهوت السطر بس من هنا ومن هنا، من هنا ومن هنا اهوت، واضح خالص مفيش اي مشكلة اهو. يبقى الخط الاول بالازرق والخط التاني بالاخضر، او الاول واحد كده واحد كده تمام. خلاص كده، كده انا رسمت الحدود بتاعتي. اترك خط الرسم من هنا، هو متلون اهوت، اروح اضغط عليه كده عشان خلاص كده. وبعد كده انا هعمل المفروض برنت سكرين للشكل ده واروح اضيفه في الوورد، ولكن الاول اكبر ده شوية حلو كده. هعمل برنت سكرين. ازاي اعمل برنت سكرين؟ نصغر، ناخد من ده كده، نخفي ده عشان الصفحة تبقى كده، لان هاخد هعمل اختصاص للشوية دول. في زر بتاع برنت سكرين، عندي زر اسكيب في لوحة المفاتيح، F1 F2 F3 F4 كده، وانت ماشي كده لحد F12، وبعدين اخر واحد في صف الاف ده، الاخرين خالص ده، اضغط عليه مرة واحدة يعمل برنت سكرين للشكل للشاشة زي سكرين شوت كده بتاعت الموبايل. وبعدين اروح افتح البينت اللي هو الرسام، اعمل له هنا كنترول في ايوه كده. عايزين نعمل اقتصاص للشكل ده، اقتصاص للصورة دي. الاول نحفظها هوم من فايل كده سيف از جي بي جي. يبقى انا دلوقتي بحفظ الصورة بتاعتي. طبعا في برامج بتعمل حفظ واقتصاص وكلام من ده، ولكن انا ماشي يعني مع ايه، مع اسهل شيء معايا اهوت. نعمل حفظ وليكن هنا في اي مكان، اي مكان انت تختاره، تأسيس الاطفال ده 4 5 وحي دوت في تأسيس الاطفال. وبعدين نعمل اغلاق للبنت الرسام، ونصغر ده تحت، اروح على تأسيس الاطفال اجي هنا طبعا ان في الصورة بتاعتها اهيت، اضغط عليها دبل كليك كده، افتحها من اي برنامج من برامج فتح الصور وليكن الاوفيس فيور ده ماشي.
فتحتها كده اعملها اقتصاص. من هنا من تحرير الصورة اروح على اقتصاص، اعمل لها اقتصاص من هنا ونقتص من الصورة كده لحد هنا مثلا، ومن هنا كمان اشيل كل الحدود اللي هي هتبين لي ان دي الصورة في كده كله كده، اسيب شوية دول واشيل كمان في الناحية دي ده كده، اسيب دول بس واعمل اضغط على موافق. هو كده عامل لي اقتصاص في دي الصورة اللي هحطها في مستند الوورد، في خلفية مستند الوورد. خلاص اعمل، ممكن اعمل تصحيح تلقائي اهوت، وبعد كده نعمل اغلاق. اغلاق كده يقول لي احفظ، اقول له ما فيش مشكلة احفظ. طبعا انا عارف مكانها واسمها 4 وحايد في تأسيس الاطفال في المجلد ده. تمام، هروح على الوورد بقى اللي انا فتحته اللي هو فارغ تماما، الوورد ده اعدل البونت بتاعي اخليه 20 لاني مظبط هناك على 20، وكمان اعدل دي 1.5 دي اللي هي المسافة بين الاسطر دي تباعد الاسطر ده اخليه 1 بس. تمام، وبس كده 20 هنا و1 هنا. تمام، اضغط دبل كليك هنا في رأس الصفحة، في رأس الصفحة، وابدأ اضيف صورة، اضغط هنا ايوه هنا كده، وابدأ اضيف الصورة دي. خلاص ادراج انسيرت، تظهر معايا الصورة هنا. انا واقف فين؟ في رأس الصفحة. اروح الاول على التفاف النص ده واقول له خلف النص عشان ابدأ ان انا اضيفها ورا النص، واروح احددها من هنا اسحبها كده بالراحة كده اخليها على اول الصفحة بالظبط من فوق من الاعلى، ومن الحتة دي اسحبها كده لاخر الصفحة من هنا، ومن المكان ده اسحبها كده لاخر الصفحة من هنا. تمام، لو الصورة معاك يعني الالوان دي زاهية زيادة عن اللازم، تروح هناك في الاكسل وتخف حدة نمط البونت بتاع الخط، ما تخليهوش سميك، خليه ارفع من كده شوية. واروح تحت كده، طبعا ينصح ان انا يعني اصغر العرض بتاع الصفحة كده عشان اشوف الصورة بتاعتي واصلة فين. طبعا هنا واصلة لمنتصف الصفحة، اسحب كده لنهاية الصفحة. تمام كده الصفحة معايا بالطريقة دي، ولكن طبعا السطور سميكة للغاية، كان المفروض يعني السطور تكون اخف من كده، ولكن ده يعني للتنويه وللتوضيح. طبعا انت حضرتك تعمل الالوان والسطور اللي انت عاوزها، انا بس بعرض المعلومة، بعرض المعلومة في الفيديو الحالي. بعد كده بتروح على التصميم ده ادوات رأس وتعمل اغلاق هنا كده، عملنا اغلاق كده انا دخلت على الصفحة بتاعتي. الكتابة هتكون قبل السطر بتاع الهامش بتاع التوثيق اللي انا عامله ده، المفروض ما اكتبش فيه، يعني لو كتبت كده بسم الله الكلام بعيد عن السطر وبعيد عن الايه عن كده، يعني انا عاوزه يبدأ من هنا من بعد ده. اعمل ايه، نكبر شوية هنا، خد بالك انا عايز كمان الكلام يكون بولد عشان يبقى نظبط كله نبقى واحدة. ماشي، شايف انت دي العلامة الجدولة دي، ابدأ اسحبها كده لحد المكان اللي انت عاوزه. لو هنا كده مثلا هيبدأ الكتابة من هنا كل مرة، يعني لو عملنا انتر كده وبدأت تكتب قناة اليوتيوب مثلا، ده الكلمتين اللي اتكتبوا. ماشي، فعاوزين نظبطهم بقى بعد كده على السطور، الكلمة دي عاوزها على السطر بالظبط. اسحب من هنا كده، من هنا اهوت شوية صغيرين لحد ما تظبط معايا، ومن هنا كمان كمان سنة صغيرة خالص كده. ماشي، اطلع فوق شوية صغيرين. طبعا كل ده تظبيطات بسيطة خالص حضرتك بتقوم بها بكل سهولة. ماشي، احدد ده ومن المسافة دي تخليها 1.25، شوف كده ننزل بده شوية صغيرين كمان. مرحبا بكم، اشترك طبعا كده يعني تقريبا السطور مظبوطة، ولكن يعني فيه بعض
الأشياء البسيطة، مين اللي هنا مين اللي هنا، ممكن نحاول نظبطها مع بعض، نخلي البونت ده مثلا بدل ما هو 20 نخليه 21 كده. كده كويس ماشي، هتظبط معايا كده. و في الفيديو الحالي نقوم بعمل كده مثلا، يبقى كده الكتابة يعني منضبطة. تسطير للمستند في تطبيق الوورد، طبعا كلمة الوورد الأوفيس ما بيعرفهاش، عشان كده ايه بتظهر بأنها يعني خطأ، فبعملها تجاهل أو أعملها إضافة للقاموس. تمام. طيب كده الخط الأحمر ده في الصفحة دي بس ولا في كل الصفحات؟ طبعا في كل الصفحات. لو عملت كده انتر 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 كده لحد ما تنتقل للصفحة التالية، ماشي، الخط الأحمر معانا في كل الصفحات، ولما بتكتب هنا الكلام منضبط على السطر، مفيش أي مشكلة زي الصفحة اللي فاتت بالظبط. تمام، هو يعلو عن السطر بنقطة واحدة اهوت، ماشي. لو صغرنا العرض كده عشان نشوف الصفحتين بتوعنا، ماشي، الصفحتين بتوعنا همت فيهم التسطيرة دي. طبعا الخط الأحمر اللي في البداية ده ممكن حضرتك تحركه كده شوية، ماشي، ممكن تخليه بلون تاني غير الأحمر، ممكن تحركه كده كمان سنتي 2 سنتي 3 سنتي. ازاي؟ من هناك من الملف بتاع الإكسل اللي مفتوح ده اللي أنا عملت منه الصورة بتاعتي، ممكن أحرك الخط ده ازاي من هنا كده، أحركه كده أهوت، ماشي، ونعرض الخطوط بتاعتنا. ممكن الخط ده يكون بلون تاني، ممكن الكلمة دي طبعا نغيرها، السطور دي نصغرها شوية، نغير البونت بتاع الخط اللون، أي شيء تغيره، وبعدين تعمل يعني حفظ كصورة مرة تانية برنت سكرين، وبعدين تروح في الوورد تظبطها هناك، هتتظبط معاك خالص إن شاء الله بطريقة ممتازة. طبعا ملاحظ هنا إن برضه في نهاية الصفحة تحت كده فيه إيه؟ فيه مسافة فارغة هيت، ممكن أنت تزود المسافة الفارغة دي بالصورة من هناك. تمام، يعني دي ببساطة المعلومة اللي حاولنا نشرحها عمليا عمليا في الفيديو الحالي. أعتقد إنها معلومة إن شاء الله تكون مفيدة، تكون طيبة ان شاء الله. المشكله الوحيده فيها ان انت لو غيرت البونت بتاع الخط، يعني انا شغال على الخط مثلا 20 او 21، لو غيرت البونت ده وخليته مثلا 36 او 16 12 11، فبتحصل مشكله لان السطور ما بتكونش منطبقه على التسطير، الكلام اللي انا بكتبه ما يكونش منطبق بالظبط على التسطير، طبعا بيحصل اختلاف، ماشي. وفي الحاله دي ممكن نحل المشكله دي بعمل او بالكتابه على مربعات النص اللي هي التكست بوكس دي، زي ما ناس كتير خلاص بتعتمد على الكتابة على المربعات، محدش بيكتب على السطور في الوورد، يعني المحترفين بيكتبوا على تكست بوكس كتير، ويبدأ يضيفها يعني وينسقها جنب بعضها كده. فدي طريقة من ضمن الطرق ومعلومة طيبة حاولت اني اشرحها في الفيديو الحالي. نشكر لكم مشاهدتكم الطيبة، اشترك في القناة لو كده لسه أول فيديو ليك في القناة، القناة مليئة بالمعلومات الطيبة إن شاء الله، الحمد لله يعني. فحاول أنت تشارك الفيديوهات مع أصدقائك نشرا للفائدة ودعما لنا، دعما لنا يعني شاهد الفيديوهات مباشرة وانشر الفيديوهات. ونشكر لكم هذه المشاهدة، وإلى لقاء قريب في فيديو فيه معلومة طيبة إن شاء الله قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.